وانطلق كما ذكرت مشاهدينا الاعزاء الشوط الحادي عشر للجداع بكار، اشواط عامه من هذه الفتره الصباحيه، وتشارك في هذا الشوط اعداد كثيره. اتمنى لها التوفيق والسداد والنجاح في هذه الانطلاقات، واهنئ وابارك لكل الفائزين معنا في هذه الاشواط وفي هذا السباق المحلي الثالث. ومقدمه الشوط مزنه، وتعود ملكيتها لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه الهاجري، تحتل المركز الاول مزنه وتتقدم، ولكن يرى هجوم واقتحام للصداره من خلال هذه الاعداد الهائله. وايضا نحن نتحدث هنا من سياره النقل والتعليق، وارجو من الاخوه افساح المجال لكي نتعرف على المراكز المتقدمه من خلال هذه الانطلاقه. هناك معركه لم نصلها حتى هذه اللحظات، ومقدمه الشوط مشاهدينا الاعزاء هنا الشاهينيه لسالم بن حمد بن هدفه المري، تحتل المركز الاول. والنقله والدور، دور المركز الثاني شعار سعاده المحافظ سليمان بن حمد ال جبرين، بدا يتسلل في المركز الثاني. المركز الثالث شعار الدكتور الدكتور لعبد الله بن مطر الضابط الدوسري، ورابع المراكز شعار بن فراج اخذ ينطلق بدوره. قرطبه لعلي بن فراج المري، تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع مطله لسعاده المحافظ سليمان بن حمد ال جبرين ومحمد بن علي بن قرع في التضمير، ولكن تغيير على رابع المراكز. انطلقت طماعه لعبد الهادي بن خليل الشهواني، وخامس المراكز ايضا دخول من قبل سياسه لمبارك بن محمد بن شيره العامري على خامس المراكز. وهذه الخمس المراكز المتقدمه الاولى والعوده ايها الاخوه الكرام الى الشاهينيه. الشاهينيه تنطلق في مقدمه الشوط ومحاطه بهملوله لناصر بن حمد المسفر الشهواني، يتواجد ابن المرعب في هذا الشوط، يتواجد ابن المرعب ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني ولا عمه. عموما على كل حال ننطلق الى المركز الثالث، من اخذت تتسلل بدورها وتنتزع المركز الثاني اللي عند بن فراج. قرطبه لعلي بن فراج المري، يا سلام يا قرطبه، تتسلل وتنتزع المركز الثاني. المركز الثالث هنا طماعه لعبد الهادي بن خليل الشهواني، وتليها في رابع المراكز سياسه المبارك بن محمد بن شيره العامري، غيرت سياسه وانطلقت الى رابع المراكز. وخامس المراكز هملوله لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هذه المراكز وهذه الاسامي وهذه الشعارات في هذا الشوط، وانطلقت قرطبه وسياسه جنبا الى جنب. يا سلام، يلا بن فراج ولا بن شيره في هذا الشوط، غير شعار بن شيره على ظهر سياسه. سياسه مشاهدينا الاعزاء تنطلق في هذا الشوط الحادي عشر في مجموع الاشواط، وتبحث عن نقطة هنا في مضمار وفي ميدان الشحانية. ولكن بن خليل الشهواني في ثاني المراكز، وينطلق مع هذه البكرة المميزة، ينطلق مع طماعة من تطمع في انتزاع المركز الأول، تطمع وتطمح. ونشارف مشاهدينا الأعزاء على لوحة الكيلو مترين الأخيرين، ويبدأ من بعدها الخطورة، وتبدأ من بعدها الكلام، ويبدأ من بعدها إصدار الأوامر بالضرب إلى الهجن المنطلقة. والمشاركة المركز الثالث طماعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، وننطلق وننتقل إلى رابع المراكز الشاهينية لسالم بن حمد بن هدفة، بينما المركز الخامس ومن تحتل خامس المراكز غدارة. يا سلام يا غدارة، غدارة 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 على خامس المراكز لمحمد بن ناصر بن العوض المنهالي، وحذاري من غدارة ومن غدر غدارة في الأمتار الحساسة. يا سلام، وأرى أيضا شعارات لم يحن موعد دخولها إلى عالم النداء والإذاعة. وسياسة مشاهدين الأعزاء، سياسة تحتل المركز الأول وتتربع في هذا المركز، تربع ممتاز 1200 متر ولا 1500،
1500 متر يا راعي سياسة يا بن شيره يا العامري، تفصل سياسة عن خط النهاية وأرى الهجوم. بدأ المضمرين بإصدار التعليمات، بدأ المضمرين، ولكن المركز الأول سياسة لمبارك بن محمد بن شيره العامري تحتل المركز الأول ومنطلقة سياسة. يا سلام، وبدون أي ضغوط، ما عليها ضغوط، سياسة وحيدة في الصدارة. يا سلام يا سياسة، الله على سياسة وعلى انطلاقة سياسة. ولكن هملولة انطلقت، هملولة في المركز الثاني وشعار المحافظة راه يتسلل ويدخل إلى عالم النداء والإذاعة. امطلة طلت براسها في هذه اللحظات على المركز الثاني. يا سلام سعادة المحافظ، اليوم يوم المحافظ، اليوم شعار المحافظ، اليوم متميز كعادته دائما من خلال انطلاقة الشعار، ولكن مع اختلاف المضمرين الذين أمتعوا وأيضا أبدعوا في هذا اليوم بالتناوب. هنا محمد بن قريع يقود مطلة في هذا الشوط. في المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث غدارة، يا غدار يا غدار، يا سلام غدارة لمحمد بن ناصر بن عوض المنهالي. المركز الرابع مشاهدينا مهند أهلي متعب بن حمد العامري، وخامس المراكز، خامس المراكز أيضا لشعار سعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين. وانطلقت مطلة وانطلقت سياسة. يا سلام شعار بن طحنون بن مهيرة يصل الآن على ظهر المتحدة لمحمد بن طحنون بن مهيرة. وسياسة مشاهدين الأعزاء أيها الأخوة الكرام هي الأقرب للفوز وهي الأقرب لانتزاع المركز الأول. يا سلام يا سياسة، الله عليك يا مضمر سياسة، الله عليك يا من يقود سياسة وعنده تخطيط وبصرة. مبارك بن محمد بن شيرة العامري، ولكن المتحدة، المتحدة وشعار القرشي أيضا سيوف عاطف بن عطية القرشي. المتحدة مشاهدين الأعزاء تقلب الطاولة على كل المشاركين. يا سلام مع محمد بن طحنون بن مهيرة في اللحظات القاتلة من عمر الشوط تنطلق المتحدة. سلام المتحدة، سلام سلام شحاني، سلام مشكور يا مضمر المتحدة، مشكور 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 على هذه المواصيل التي وصلت إليها المتحدة، ومشكور يا مضمر العنود. المركز الثاني سياسة المبارك بن محمد بن شيره، المركز الثالث غدارة محمد بن ناصر بن العوضي المنهالي، المركز الرابع، الرابعة سيوف عاطف بن عطية القرشي، المركز الخامس مطلة لسعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين. تهانينا والناموس للفائزين. هذه لحظات وصول المتحدة إلى خط النهاية، قطعت المسافة في توقيت زمني ممتاز، مسافة الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 59 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن طحنون بن مهيرة على انتزاع المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني